بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، أفضل صلواتك التي صليت عليه يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسولك أجمعين، ورضي عنا ووالدينا وجميع المسلمين. إلهنا، قد تعرض لك في هذه الليلة المتعرضون، وقصدك القاصدون، ورغب في جودك ومعروفك الطالبون. ولك في هذه الليلة وكل ليلة من ليالي شهر رمضان نفحات وجوائز وعطايا تجود بها على من تشاء من عبادك. فاجعلنا اللهم ووالدينا وأولادنا وأزواجنا ومشائخنا ومعلمينا وأقاربنا وأصحابنا والمسلمين أجمعين ممن سبقت له منك العناية. ها نحن ندعوك كما أمرتنا، فاستجب منا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان. وأعده اللهم علينا سنين بعد سنين، وأعواما بعد أعوام، على ما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين. اللهم إن لك في هذه الليلة وكل ليلة من ليالي شهر رمضان عتقاء من النار، فاجعلنا اللهم ووالدينا وأولادنا وأزواجنا ومشائخنا ومعلمينا وأقاربنا وأصحابنا والحاضرين والحاضرين ووالديهم من عتقائك من النار. اللهم أجرنا من النار سالمين، اللهم أجرنا من النار سالمين، اللهم أجرنا من النار سالمين. وأدخلنا وإياهم الجنة آمنين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك خيرا كثيرا ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم